للحديث أكثر حول هذا الموضوع يسرنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف وعلى الهواء مباشرة الملازم أول ناصر سلطان الرميحي، ضابط العقوبات البديلة بالإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة بوزارة الداخلية. مساء الخير ملازم ناصر، أهلا بك في نشرة الثالثة ونشكرك على قبول الدعوة. الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة في وزارة الداخلية عادة ما تقوم بدراسة طلبات النزلاء المحكومين بشأن تطبيق التوسع في قانون العقوبات البديلة والسجون المفتوحة أيضا على المحكومين. ما هي الضوابط والاشتراطات لإبدال النزيل من عقوبته إلى بعض أنواع العقوبات البديلة؟ نعم، السلام عليكم، الله يمسيكم بالخير. نعم، في البداية من صدور قانون العقوبات والتدابير البديلة سنة 2017 كانت هناك 4 شروط أساسية واضحة وصريحة كان لابد من توافرها لإمكانية استبدال العقوبات الأصلية بعقوبات بديلة. أولها أن لا يكون خروج المحكوم عليه خطر على الأمن العام، وأن يكون حسن السيرة والسلوك في المركز، وأن يقضي نصف مدة الحكم، وأخيرا أن يكون قد أدى الالتزامات المالية المحكوم بها عليه. إلا أن من خلال تنفيذ القانون في 3 سنوات الماضية شفنا أن من الضروري التوسع في القانون لتشمل شريحة أكبر من المستفيدين، وبناء على هذا صدر المرسوم الملكي السامي رقم 24 لسنة 2021 اللي فتح مجالات كثيرة للتوسع في تطبيق هذا القانون، حيث منح الجهة المختصة قانونا وهي الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة سلطة الطلب من القاضي قاضي تنفيذ العقاب استبدال العقوبة الأصلية أو ما تبقى منها بعقوبة بديلة، سواء قبل ما يبتدي في تنفيذ العقوبة الأصلية أو أثناء تنفيذها. كذلك هذا المرسوم ألقى شرط من الشروط وهو شرط انقضاء نصف المدة، وهذا ساهم بشكل كبير في استفادة أكبر عدد من المستفيدين بعد دراسة حالاتهم من مختلف النواحي. نعم نعم ملازم أول ناصر، توجيهات سيدي سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالتوسع في تطبيق العقوبات البديلة والسجون المفتوحة لا شك بأنه أمر استفاد منه عدد كبير من المحكومين في مختلف القضايا، كم بلغ عدد المستفيدين من هذا التوجيه وأيضا أثره على النزيل؟ نعم، فضل الرؤية الحضارية لسيدي حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه أصبحت مملكة البحرين نموذج رائد في مجال حقوق الإنسان يحتذى به من مختلف دول العالم. كذلك فإن توجيهات سيدي حضرة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه بالتوسع في تطبيق قانون العقوبات والتدابير البديلة والبدء في تنفيذ برامج السجون المفتوحة خلال الأشهر القادمة يعكس اهتمام سموه وحرصه على تطوير المنظومة التشريعية اللي تكفل حقوق الإنسان، وكذلك تعكس النهج الرائد لمملكة البحرين وما حققته من نقلة نوعية في مجال حقوق الإنسان. لا شك بأن أعداد المستفيدين في تزايد مستمر خصوصا مع التوسع في قانون العقوبات والتدابير البديلة، حيث استفاد من القانون حتى الآن 3826 مستفيد، ومتوقعين إن شاء الله أن في أعداد بتزيد مع تنفيذ برامج السجون المفتوحة اللي راح تمكن المستفيد بالمهارات والحرف اللي بيستفيدون منها حتى بعد نهاية فترة تنفيذ البرنامج. كذلك هذا البرنامج راح يكون له دور فعال بدمج المستفيدين في المجتمع إن شاء الله. نعم الملازم أول ناصر سلطان الرميحي، ضابط العقوبات البديلة بالإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة بوزارة الداخلية، كنت معنا ضيفا كريما في نشرة الثالثة، شكرا جزيلا لك.